بعد ما خلصنا دوري الاشبال هنلعب الحين دوري البراعم. هنبدا المباراه الاولى الحين ما بين مجموعه السيتي، هيلعبوا مجموعه مدريد، وبعديهم مباراتين تانيين الله يعيننا، وهنفنش اليوم بمباراه الناشئين والشباب. جاهزين الشباب؟ يلا مع ابو مطر. يلا يا رب التغطيه اليوم من ابراهيم تكون حلوه ليكم. العب العب. العب العب ولا شيء يا كابتن. العب العب العب